مسلمون سيستعدون للاحتفال بعيد الفطر. إيقاف جاسوس آخر في المخابرات النمساوية. المستشار النمساوي يؤكد أن أوروبا هي خيار المواطنين. الحزب الاشتراكي يشير إلى أن الانتخابات المقبلة لن تكون سهلة. حزب الشعب يتهم حكومة فيينا تقديم مساعدات مجزية للاجئين. نمساوي يقتل زوجته المريضة رميا بالرصاص ثم ينتحر. تغريم محامي ب15,000 يورو بسبب أجوره الباهظة. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم، وكل عام وأنتم بكل خير. يحتفل مسلمو النمسا الأربعاء بعيد الفطر السعيد، وذلك بعد انقضاء شهر رمضان المبارك للعام 1445 هجرية. وتقام صلاة عيد الفطر في مساجد النمسا من بعد 6 صباحا، فيما أعلن المركز الإسلامي في فيينا عن أداء الصلاة في 7 صباحا بالعربية، تليها أخرى بالألمانية. وللعام 8 على التوالي أنهى برنامج همسات رمضانية الحلقة 30 ليختتم معكم الشهر الفضيل. وبهذه المناسبة تهنئ أسرة النمسا ميديا جميع المتابعين لها، وتتمنى لهم عيدا سعيدا ملؤه الخير والأمان. يعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا في مكتب المستشارية مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة قضية التجسس المتعلقة بالمسؤول السابق في جهاز المخابرات الداخلية النمساوية إيجست أوت. وتم أيضا إيقاف مسؤول آخر كان يعمل في مكتب جهاز المخابرات الداخلية بفيينا، ودعا المستشار النمساوي كارني هامر إلى هذا الاجتماع بعد طلب من حزب الخضر. ويواجه أوت اتهامات بالتجسس لصالح روسيا وإساءة استخدام المنصب. ويناقش المجتمعون مخاطر الأمن التي تواجه النمسا والإجراءات الممكنة ضد النفوذ الروسي، وعادة ما تكون هذه المداولات سرية. شدد المستشار النمساوي كارل نيهامر على دور النمسا كعضو بارز في الاتحاد وضرورة تعزيزه وازدهاره، مؤكدا على أن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي يعد هدفا أصيلا للنمساويين. والتقى نيهامر ووزيرة الشؤون الأوروبية كارولين إيديشتالتر مع خبراء في المكتبة الوطنية النمساوية للتحضير للانتخابات البرلمان الأوروبي، حيث حمل الاجتماع شعار أوروبا خيارنا، وناقش آليات العمل خلال الانتخابات وأهمية تعزيز الوحدة والتضامن الأوروبي في ظل التحديات كالحرب في أوكرانيا. أكد أندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي SPO أن الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل ستكون اختبارا حقيقيا لقوة وشعبية الأحزاب والتيارات السياسية في النمسا. وأشار بابلر خلال احتفالات الحزب بذكرى تأسيسه إلى المسؤولية العظيمة على عاتق الحزب لتحقيق مستقبل إيجابي للنمسا حسب وصفه، وأكد على دور الحزب في تحقيق العدالة وحماية قيم الديمقراطية والجمهورية من التحديات السياسية المتنوعة. يذكر أن الحزب يصارع على المركز الثاني إلى الثالث في الانتخابات حسب الخبراء. اتهم حزب الشعب حكومة فيينا بتقديم إعانات اجتماعية مرتفعة تجذب اللاجئين إلى المدينة دون غيرها من المقاطعات. وتواجه فيينا ضغوطا متزايدة على نظامها التعليمي والاجتماعي بسبب تدفق المهاجرين، خاصة من خلال عائلات اللاجئين الذين يحصلون على حق اللجوء في النمسا بعد لم الشمل. فيما أنكر مكتب بيتر هاكر مستشار الشؤون الاجتماعية في فيينا، أنكر هذه الاتهامات مؤكدا أن فيينا تدفع الحد الأدنى للإعانات، وطالب بتعويضات من الولايات الأخرى لأنها تستضيف أكثر من حصتها من اللاجئين بنسبة 190%. قام نمساوي يبلغ من العمر 61 عاما بقتل زوجته البالغة من العمر 60 عاما، ثم قام بالانتحار في منزلهما في سانت بولتن بالنمسا السفلى. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الرجل أطلق النار على زوجته بمسدس ثم انتحر،
حيث يعتقد أن الحادث قد يكون حالة من القتل بعد الطلب، حيث وجدت الشرطة رسالة انتحار في المنزل تشير إلى معاناة المرأة من مرض خطير، وقد تم وضع جثتي الزوجين تحت تصرف الطبيب الشرعي، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد جميع ملابسات الحادث. صادقت المحكمة العليا في النمسا على تغريم محامي من فولار بيك ب15,000 يورو لفرضه رسوما غير مبررة ومبالغ فيها على موكليه، وطلب المحامي مبالغ مرتفعة بشكل كبير من موكليه، ما أثار انتقادات واسعة ضده، واتهمته نقابة المحامين بعدم الإفصاح بشكل كاف عن الرسوم المتوقعة وطلب رسوم باهظة بشكل غير مبرر، فيما أكدت المحكمة تماسك قرار مجلس التأديب ورفضت استئناف المحامي. وعادة تجري الإجراءات التأديبية ضد المحامين بشكل سري ولا تصبح علنية إلا إذا طعن في الحكم. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ومشاهدينا لا تنسوا تحميل تطبيق هواتفكم، لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم، وبمناسبة عيد الفطر السعيد كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.